يوسف سامي جنبك. يوسف أحمد سامي جنبك. يوسف أحمد. محمد حسام عبد الحميد جابر. عمرو حسام عبد الحميد. محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة المسابقة مسابقة مواد النووي الصحفية الدينية جت من خلال احنا شغالين في برنامج الصيف والطفل اللي بدأناه في شهر 6 الماضي. كانت فكرة مبادرة ممتازة أوي من الوزارة، بارك الله في معالي الدكتور الوزير إنه أطلقها، بل وأتمها باستمرار طول السنة تحت مسمى البرنامج التثقيفي للطفل يوم الخميس من العصر للمغرب. كنا عملنا مسابقة تكريم من محافظة القرآن في يوم 2/9، وإن المولد كان 7/10، فقرأت لفكرة إن احنا نعمل مسابقة ثقافية دينية عبارة عن 30 سؤال بسيط سهل يجيب عنها الجميع ويشترك فيها كل فئات المجتمع، الطلبة من ابتدائي إعدادي ثانوي وكبار السن والرجالة والسيدات. وربنا أكرمنا طبعا سيدنا محمد المرسي، محمد البيلي في مسجد المرسي، تكفل بجميع جوائز المسابقة، وعملناها بالشراكة بين مسجد عبد الرحمن البيلي ومسجد المرسي. هم أخذوا تقريبا 500 استمارة، طبعا 1000 استمارة ووزع 500 على 500، وربنا أكرمنا اخترنا منهم أحسن 100 واحد أعلى درجات، حصلوا على 100 199 98 و97. أخذوا جوائز مالية تكلفت حوالي 6000 جنيه، وبقية جميع المتسابقين حصلوا على جوائز عينية عبارة عن أدوات مدرسية، ظرف بلاستيكية في مجموعة من الكراميس والأقلام والبراية والحاجات اللي بيحتاجها الطالب في المدرسة. كل من شارك في المسابقة حصل على جايزة، إما مادية إذا كان متفوق، أو إذا كان لم يوفق يعني أو حصل على درجة أقل يمكن 95 كمان أخذ جايزة عينية. كان الهدف الأساسي من المسابقة نشر الفكر والوعي بين الشباب والكبار والصغار، وإحداث حالة من القلق الفكري، معلومات دينية بسيطة سهلة حول القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأحكام الفقهية والسيرة إلى آخره. فالحمد لله رب العالمين، المسابقة لها مردود طيب جدا، بل وطالب بها الجميع أن نكررها في جميع المناسبات الدينية، ونهتم بالجانب ده لأنه على بساطته بيعمل حالة جميلة جدا وطيبة بين الشباب، لا سيما في هذه الأيام اللي معتبرها خطوة أو بناء من خلال برضو برنامج الصحف في وزارة الأوقاف، برنامج تثقيفي للشباب اللي احنا الحمد لله ما زلنا شغالين فيه. بل هنا في مسجد عبد الرحمن البيلي بيشتغل من الحد للخميس، مش يوم واحد زي الوزارة ما علمت. كان رئيس القطاع قال اللي عايز يشتغل أكتر مفيش مشكلة، ولكن احنا مش هنحاسبه على الحافز كل يوم الخميس بس. احنا والله سعداء جدا بهذا البرنامج، الأولاد بسم الله ما شاء الله في نماذج طيبة جدا. طبعا احنا قلنا كل اللي اشترك في المسابقة له جائزة إن شاء الله، اللي ما جربش اليوم له جائزة اعتبارا للوقت الحالي، أي وقت بعد الصلاة حرفيا بكرة أو العصر أو العشاء بكرة أو بعده إن شاء الله. الله يخليكم 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 الله يخ